فليتفضل مشكور. يشرفني أن أشارككم أشعار هذه الندوة الهامة حول موضوع الولوج إلى العدالة والمساعدة القانونية، وهي مناسبة لأهنئكم على حسن اختياركم لهذا الموضوع بالنظر إلى رعينيته والآمال المعلقة عليه، وإنني أتمن عاليا هذه المبادرة التي تستهدف مجالا من أهم مجالات منظومة العدالة في إطار من التواصل وتبادل الخبرات، وتضيفها فيما نحن سائرون فيه من إصلاحات تتوخى مواصلة بناء دولة القانون والمؤسسات عبر نظام قضائي قوي في ارتباط وطيد مع متطلبات العدل والحرية. حضرات السيدات والسادة، إن بناء دولة القانون والمؤسسات في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية هو اختيار دستوري وسياسي لا رجعة فيه. ورئاسة النيابة العامة نظمت هذا اللقاء في إطار تواصلها وانفتاحها الدائم المتواصل مع كل الساهرين على إنفاذ القانون، وكذلك في إطار التعاون بين السلطات المعنية. وكما تعلمون هذه السنة وفي هذا اليوم أو هذا الشهر اللي هو شهر يونيو، ومناسبة لإطلاق الحملة ديال استقبال الجالية المغربية، واللي هي ما نعتبرها مناسبة للتواصل مع جاليتنا المغربية عند شهر يونيو من كل سنة. واخترنا هذا اليوم لإعلان عن توافق وتنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية ذات الصلة باستقبال الجالية المغربية من قطاع العدل اللي هو سلطة قضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، وأيضا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسات أخرى اللي هي وسيط المملكة، واللي هي كذلك الجمارك، وهي مؤسسات عمومية أخرى، فضلا عن القطاعات الأخرى المهنية كالعدول ومفوضي القضائين، أي كل من له ارتباط بتدبير العدالة من باب التحسيس المواطن المغربي بصفة عامة والمتواجد داخل المغرب، وأيضا المواطنين اللي هما متواجدين خارج أرض الوطن، لتكون المجال ديال الزيارة ديالهم الزمنية محدودة، وبالتالي تيسير الولوج ديالهم من أولويات العدالة في إطار توجيهات الملكية السامية وتنفيذ هذه التوجيهات اللي هي تيسير وقضاء الأغراض وحاجيات وخدمات اللي هي واجبة لهاد الناس اللي هم متواجدين أو لهاد المواطنين المتواجدين خارج أرض الوطن. وبالتالي غتكون المداخلات اللي غادي يدخلوا بها مجموعة هاد القطاعات مناسبة لتقييم العمل ولتنسيق العمل بين مختلف هذه الجهات، وأيضا الخروج برؤى موحدة في سبيل توحيد الطريقة والأساليب والآليات ديال معالجة مختلف شكايات التظلمات ديال المواطن المغربي داخل وخارج المغرب. شكرا لكم. مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، والذي ورد فيه ما يلي: إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب. فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى الإدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة أو جماعة ترابية أو مندوبة جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها ولا يجد من يستقبله أو من يقضي غرضه. دائبة رئاسة النيابة العامة على تنظيم العديد من الندوات عبر ربوع المملكة تخص القضايا التي تهم المواطنين، وهذه الندوة تدخل في إطار عملية مرحبة الخاصة باستقبال جاليتنا المقيمة بالخارج، وبالتالي فهي تدخل في إطار الحق في الولوج إلى العدالة والشكاية كنموذج. إذن ستلاحظون من خلال تتبع محاور هذه الندوة أنها تهتم بكيفية تقديم الشكاية
بصفة عامة من طرف المواطنين وبصفة خاصة من طرف أعضاء جاليتنا المقيمة بالخارج. وقد قررت أو رئاسة النيابة العامة منذ 2020 إلى إحداث الشكاية الإلكترونية التي تسمح لأي مواطن سواء كان داخل المغرب أو خارجه بتقديم شكايته وبتتبعها مصادر تنفيذها إلى نهايتها، حيث أنه يودع شكايته الإلكترونية ثم يمكنه تتبع الجهة التي أحيلت عليها إلى أن تصبح أو تنجز، وتم إشعاره بكل ذلك بواسطة البريد الإلكتروني أو بواسطة برقية. لذا نحن بشعبة الشكايات وبرئاسة النيابة العامة بصفة عامة جد مسرورين بما تم تحقيقه في هذا الإطار، وشكرا. الولوج إلى العدالة هو مبدأ دستوري يضمن لكل شخص حق التقاضي أمام جميع محاكم المملكة بما فيها المحكمة الدستورية من أجل الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون. وبينما المساعدة القانونية هي مكنة قانونية تتيحها بعض التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية وفق شروط محددة للأشخاص الموجودين في وضعية اجتماعية هشة من أجل إفادة بالمعلومة القانونية المطلوبة حول موضوع معين، فسميت بالمساعدة لارتباطها بالولوج إلى العدالة مخصصة بشكل مجاني.